بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سيكون الجزء الأخير من الزراعة في مزرعتي الصغيرة. اليوم وقت الحصاد، سنجري لكم وسنحصد بعض المزروعات الجميلة التي تم زراعتها في فصل الصيف، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الجزء إن شاء الله. سنبدأ الآن في قطف الطماطم. هيا بنا سنقطف الطماطم. عادة احنا كان المفروض نزرعها قبل، بس الحمد لله اجى وقت الحصاد. قال لي شو هنعمل، مزرعة ونبيع ونكسب؟ بس هي مجرد تكون شيء جميل جدا ان نقوم به ان شاء الله. انظروا هاي الطماطم، ان شاء الله هنقطف اكتر كمان. يا سلام ما شاء الله، هتكون طبعا طعمها افضل من اللي بتشتروها، يعني بتكون حامضة وجميلة. طيب نشوف في فلفل، طلع لنا فلفل اشي من اللي زرعناه. في عنا فلفل كمان ولا لا؟ كم واحدة طلعت لنا؟ بس واحدة فلفل هاي. لا واحدة، وكمان في واحدة تانية هناك. ايه شفتينها؟ ايها فلفل، شفتوا الحصاد اللي انا بعمله؟ ايها شايفينها؟ بدك شيء لاي بلانت؟ بدنا نشيل باذنجان كمان المستوي عشان نعمل احلام مقلوبه. كيف شيلها؟ بعرفش اقطعها، لف هيك زي ما بتلف الهاي، لف شوي شوي. يعني هذا حصاد الحمد رب العالمين، يعني سبحان الله. العالم قني مزرعة صغيرة، شايفين هاي البتنجانة؟ ما أعتقد كمان في بتنجانة تاني مستوية. أدور عليها. هذا الحصاد. هذا الحصاد. في وحدة ثالثة كمان. وفي كمان بندورة ثانية. نعم. بتنجانة. أيها. طب ما فيش في هذيك البندورة اللي لونها بنفسجي؟ من الحمراء. شلتها انا. اول شيء وينها؟ هذا اول شيء تكون هذا. هذه استوت كثير، كان المفروض نلقطها قبل. بس على كلها استوت شوي. في شيء كمان محصود؟ هذه كمان للورد، هنا طلع بيطلع يعني ورد خفيف. في شيء كمان تاني، اشي تاني؟ دور في طماطم كمان اشي مستوي؟ هذه كانت الحصاد تبعنا. اتمنى نال اعجابكم، الحمد رب العالمين. النعمة هذه، يعني هذه الحصاد، يعني بسمعني بقول عند حصادة صناديق، بس هذه والله متعبة، يعني كل يوم بدك تسقيها وتبارك عليها وتشيل الحشيش من الارض. الله يعين المزارعين اللي عندهم مزارع كبيرة وبزرعوها، يعني الحمد رب العالمين، يعني ما تستهونوش في عملهم ودول. هذا بس مجرد المزارع وبزرع، يعني لا وشغل متعب والله. المهم شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وان شاء الله اعمل اكتر واكتر وانتوا تعملوا معي، وجزاكم الله الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما هذه فهي شجرة التين تبعتي، لقطنا منها برضو، يعني منلقط منها، شو ما شاء الله كبيرة شجرة التين هذه.
لقطنا منها كمان يعني عدة مرات لقطنا منها فتيل.